إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحبتي الكرام، موضوع اليوم وموضوع التعلم، موضوع تحصيل العلم، موضوع المعرفة. والاختيار ديالي لهذا الموضوع وبعد ما لاحظت مؤخرا يعني أصبح من هب ودب يتكلم في مواضيع يعني لا ترقى إلى مستواه، ومع الأسف حتى أهل العلم والعلماء والنخبة ديال المجتمع خاصة شوية تبان في وسائل الإعلام، في برامج. الآن الحمد لله يعني شبكة التواصل الاجتماعي تعج يعني ببرامج، يعني بمحاضرات، بمداخلات. فبغينا الناس خاصة أهل العلم أنهم يخرجوا للساحة ويبينوا الناس الحقيقة ديال هذا الدين هذا، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: لتبيننه للناس، وجاءت بصيغة التوكيد: ولا تكتمونه. والنبي عليه الصلاة والسلام تقول: من كسم علما ألجمه الله تعالى يوم القيامة بالجام من نار. الحباب ديالنا اليوم غنتكلموا إن شاء الله على فضل العلم وأهمية العلم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل إن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي كلمة اقرأ، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يختلي بربه في غار حراء، فكان ينزل عليه جبريل فأمره أن يعني أول شيء طلبوا منه هو القراءة. ما قالش لأعبد الله، لا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والله عز وجل كذلك يقول في كتابه الحكيم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني قبل ما تقول لا إله إلا الله اعلمها، عرفها، شوف المعنى ديالها، الحقيقة ديالها، الشروط ديالها، المبطلات ديالها. يعني لا بد من التحصيل العلمي. والله عز وجل يقول كذلك في محكم تنزيله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أحبتي الكرام، موضوع العلم كما قلنا واحد الموضوع اللي هو عنده واحد المكانة كبيرة في الحياة اليومية ديالنا، وقيمة العلم به يعني تسمو الأمم، وبه ترتفع مكانة الشخص والمجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا، اسمعوا، من سلك طريقا، أي يتبع واحد الطريق يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني بهذاك العلم إنسان كيكون في مصاف أهل الجنة وأهل الرضوان. وللعلم أحبتي الكرام فوائد جمة. أول هذه الفوائد: يعد العلم إرث الأنبياء، أن العلم هو إرث، يعني واحد الحاجة اللي خلوها الأنبياء. تقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما أورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ثاني هذه الفوائد: أن العلم يبقى ويخلد، والمال يفنى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا العلم يبقى خالد أحبتي الكرام. ولا أدل على ذلك أن الكتب والمجلدات التي نقرأها اليوم هي من مخلفات من سبقنا، فهي كنز لا يفنى. ثالث هذه الأمور: أن أهل العلم يعدون من ولاة الأمور، ما مصداق ذلك وتوثيقه. وقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أن العلم يصل بالإنسان إلى مراتب الشهداء على الحق، سبحان الله. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كذلك العلم يرفع الله صاحبه في الدنيا والأخرى. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك العلم به الله عز وجل يضيء درب الإنسان، أي طريق الإنسان وحياته. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والعلم كذلك أحبتي الكرام يرفع صاحبه عند الله وعند الناس، ولذلك قال الإمام الشافعي: لباسك يرفعك قبل جلوسك، وعلمك يرفعك بعد جلوسك. يعني كتتكلم العلم ديالك هو الذي يرفع من قيمتك. ولذلك قيل قديما: ما أعز الله بجهل قط. مع من ربك يعز الإنسان بالجهل، سبحان الله العظيم. وما أذل بعلم قط، ما عمر ربي سبحانه وتعالى كيذل العلماء. نعم سيقول قائل بأن ما نلاحظه اليوم يعني من هذه الموجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكيتكلموا الناس دون علم، وكيتكلموا الناس يعني دون مستوى، والعلماء كذا. نعم، ولكن رغم ذلك الناس يعرفون الجيد يعني من غير الجيد، ويعرفون الصالح والطالح. لذلك أحبتي الكرام، العلم ومنارة نهتدي بها في ظلمات هذه الحياة. أسأل العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فلا بد أن الإنسان يعطي واحد الوقت للقراءة. مع الأسف أمته اقرأ لا تقرأ، يعني دائما في الإحصائيات ديال الأمم المتحدة ولا ديال مؤشرات ديال التنمية ديما كتلقانا يعني في المراتب المتأخرة. علاش؟ أنا ما كنقراوش، ما كنتصفحوش الكتاب، يعني هجرنا القرآن، هجرنا الكتاب، هجرنا كل ما له علاقة بالمعرفة. وهذا اللي يبشر بخير الأحباب ديالنا نجاحنا وفلاحنا بالعودة إلى القراءة، إلى العلم والتعلم. أسأل العلي القدير أن يبارك لي ولكم في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي علمنا. اللهم اجعل عملنا صالحا، اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من عبادك فيه نصيبا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.